احنا عندنا جروبس في التليجرام، كل الطلاب بيساعدوا الكل، في عندنا جروب للنقاشات العامة في التليجرام، وفي عندنا جروب للهوم ويركس بغطي الكورسات من 1 لـ 4، كل الطلاب بيساعدوا بعض، إذا حدا عنده أي سؤال الكل بيساعد الكل، فإحنا يعني عم نشتغل جماعيا بشكل عام، والطلاب ما شاء الله عليهم مش مقصرين في مساعدة الجميع. تمام، والكورس الخامس فما فوق، كل كورس له جروب على التليجرام، روابط الجروبس هاي كلياتها راح يكون موجود في أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف تبع هذا الفيديو، تقدروا تروحوا على جروب التليجرامز الموجودة. وبدي أذكر أن الجروب العام هو فقط للنقاشات العامة وليس للهوموركس، كل كورس أو كل مجموعة كورسات لها جروب للهوموركس. أرجو من الجميع الالتزام في هذا الموضوع. يعطيكم ألف ألف عافية.